تيجي لغزوة الخندق. لما جت غزوة الخندق المسلمين ربنا قال عليهم ايه؟ وزلزلوا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني كان يوم اسمه غزوة كده، غزوة الخندق كان ايه؟ او الاحزاب يوم اسود. خلاص؟ ربنا بيقول عليه ابتلي وزلزلوا، يعني حقيقة كان اسود للسواد. ومع ذلك النبي حب ايه يشوف الاستطلاع، يعمل عمليه يعني يشوف واحد كوماندوس يبعته الفدائي يبص يشوف اخبار ان كان اجتمع المشركين قريش وغطفان واليهود بني قريظه اجتمعوا على النبي وحصروا المدينه والصحابه كانوا وراء الشجر، واخد بالك؟ فكان في موقف صعب لما يجي النبي يقول مين منكم يروح يستطلع، مين منكم يروح يستطلع الجماعه دول، واسال الله ان يرافقني في الجنه. طب انا هقول لك عليهم، تعالى قول للناس تعود الايام دي بما فيهم الرقاصين والرقصات، النبي لو قال لك مين يعمل الطلعه دي يروح يبص بصه ويرجع يقول لنا الاخبار ايه وانا ضامن له الجنه في جيبي وهو يبقى معايا يرافقني، كم واحد يقول؟ كم رقص ورقصه يقول؟ يمكن الرقاصين لها ايه؟ ده ديت فرصه لتكفير السيئات، نط روح جيبها، مش كده؟ تصور ولا واحد قام، ولا واحد قام، روحوا روحوا، لان واحد قال لحذيفه بن اليمن في من التابعين بيقول لحذيفه ايه؟ بيقول له اسمع يا حذيفه انتوا كنتوا محظوظين يا عم، ده احنا لو النبي احنا قابلناه ما كناش خلينا يمشي على الارض، كنا شلناه شيء. قال له لم نفسك يا اخويا، ما تفتحش صدرك قوي، ايه؟ ما تفتحش صدرك قوي، انت بتبيع كلام بس وخلاص. وراح حكي له الموقف بتاع الاحزاب ده، قال له النبي قال ما فيش حد فينا ايه رفع ايه، فالنبي قال له حذيفه قوم روح استطلع، قال خلاص اضطررت اعمل ايه؟ امرني. هو كان بيقولها تطوعا، اللي عايز يقول تطوعا ما فيش حد قال. طبعا يقينا علي ما كانش موجود، لان لو علي كان موجود مش محتاج النبي، يعني النبي علي هيعمل، بس النبي بيعمل الحاجات دي ليه؟ عشان كل واحد يعرف حجمه. انتوا عارفين علي في غزوه الاحزاب هو الوحيد اللي قاتل عمرو بن عبد الود العامري وشخلعه بعد دقيقه وقتل وخلاص خلصت الحدود، ده علي بن ابي طالب. فاللي بيقتل عمرو بن عبد الود العامري استطلاع، استطلاع وكلام فردان، كانوا بيسموه اسد الصحراء يعني. فاستطلاع ده كلام فارغ، والصحابه مش عايزين يروحوا يعملوا استطلاع. يبقى اذا انا عايزك تشوف الصوره بالطريقه دي.